يبدو أنه دخل لعبة الانتقالات والحكاية والرواية، زي ما قال من يومين إن بيتس موسيماني سحب جمع متعلقاته من محل إقامته في الشيخ زايد النهاردة، وقلب الدنيا وقلب الدنيا وقلب الدنيا. الله يحفظك، الراجل اللي راح الحرم ده شيء شادي، ادعي لي يا شادي ربنا يحفظك. زي ما عمل كده النهارده حكم تاني، عمل تاني تويتر زلزال النهارده اكد على ان بالنسبه للاعب نادي الزمالك اشرف بن شرقي، قال اشرف بن شرقي لن يجدد للزمالك والامر منتهي. اللاعب انهى اتفاقه مع احد الانديه الخليجيه براتب مغري يقترب من 2.5 مليون في الموسم الواحد. اشرف بن شرقي يرغب في الرحيل على طريقه فرجاني ساسي بعد نهايه عقد. هذا وما كتبه كابتن احمد حسن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤكدا رحيل اشرف بن شرقي خلال الاونه القليله المقبله. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. 48 ساعه ويتم اغلاق باب الترشح في النادي الاهلي، ولم يترشح الا 3 اعضاء فقط، وتقدم بطلب اليوم منهم 2 تحت السن وواحد فوق السن. النهارده تقدم بطلب ترشحه عمر ربيع ياسين، وهو ما يعني انه بات خارج قائمه الكابتن محمود الخطيب. محمود الخطيب في قائمته التي يتشاور من اجلها، القائمه تعج بالمفاجات المذهله والمدويه، ولم يبلغ الكابتن محمود الخطيب اي قائمته رغم تبقي 48 ساعه على اغلاق فتح باب الترشح. لم يبلغ احد بان هو معاه او مش معاه، لكننا علمنا من مقربين من الكابتن محمود الخطيب ومن المشاورات التي تدور انه معاه مجموعه من الوجوه الجديده. الوجوه الجديده المؤكد انها معه تضم محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق، محمد السلاب عضو مجلس النواب، الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره الاهلي السابق، لمياء خطاب بتاع الباليه الايقاعي في النادي، محمد الجرحي عضو مجلس النواب. عدا هذه الاسماء، طارق قنديل معاه يبقى عضو مجلس اداره يبقى امين صندوق، عدا هذه الاسماء لا احد يضمن موقعه. العمري فاروق وزير الشباب والرياضه السابق، كل المؤشرات كانت تؤكد بقائه في القائمه. اليوم الكلام تارجح حول امكانيه رحيل العمري فاروق من قائمه الكابتن محمود الخطيب، وهي مفاجاه ان صحت ستكون مدويه، فضلا عن ايضا كلام عن خروج خالد بيك الدرندلي عضو امين الصندوق من قائمه الكابتن محمود الخطيب، ومحاولات وضغوط مع خالد مرتجي للترشح امينا للصندوق، وهو رفض الترشح امينا للصندوق لانه قال ان انا عمري ما كنت راجل مالي وامسك امين صندوق ليه. في محاولات لاقناع بالترشح امينا للصندوق حتى يكون في مواجهه خالد الدرندلي اذا ما قرر خالد الدرندلي عند صندوق الترشح، وهو اول واحد تم تسريب اسم عن استبعاده من الانتخابات خالد الدرندلي، ولكنه يحترم تقاليد النادي الاهلي وقيم ومبادئ النادي الاهلي وملتزم بوجوده مع الكابتن محمود الخطيب الى حين اعلان الكابتن محمود الخطيب رحيله من عدمه. حينها سوف يتخذ قراره سواء بخوض الانتخابات من عدمه. امر الاخر، في كلام على العمري فاروق جه الكلام عليه خلال الساعات القليله الماضيه. ناس مقربين من الكابتن محمود الخطيب قالوا له طالما انت هتحط العمري نائب للجوله الثانيه يبقى انت كده بتديله تصريح ودعم قوي في بالترشح لرئاسه النادي في المرحله المقبله، لانك اخترته نائب في دورتين، وبالتالي امر ده والعمري فاروق عليه خلاف من رموز او حكماء النادي الاهلي كما يسمونهم، وبالتالي عاد الامر مره اخرى الى خالد مرتجي للترشح في منصب النائب، خاصه انه ابن الفريق مرتجي، وان هو لو خد العمري يبقى اداله العمري بس في الانتخابات اللي جايه. يقول لك انا اللي الخطيب اختارني نائب ليه دورتين وانا المرشح لرئاسه النادي الاهلي. فبالتالي دخل العمري في سباق يقعد ولا ما يقعدش، وبدا اسمه يتارجح في هذا الامر. اما في ناس خرجت، رانيا علواني خرجت من القائمه بصفه شبه نهائيه، وكابتن جوهر نبيل خرج بصوره شبه نهائيه، ومهند مجدي خرج بصوره شبه نهائيه ايضا، وذلك لتوليه الاشراف على الالعاب الفرديه في انديه سيتي كلاب. سيتي كلاب اللي موجود فيها
محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة واللي كابتن الخطيب تغزل فيه وفي عطائه للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية، وقال إنه قدم خدمات جليلة لا يعرف، وحمى النادي الأهلي من أمور عظيمة لا يعرفها إلا هو كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بإعلانه تأجيل قائمته إلى الآن، شوف قد إيه هو متحكم في الناس اللي معاه، قد إيه الناس اللي معاه مرتبطين بيه، قد إيه الناس اللي معاه يتمنوا يكونوا موجودين معاه. إذا قراره بالإبقاء على ناس وخروج آخرين سيكون مفاجأة مدوية للكل بإذن الله تعالى. وبالتالي اللي هيخرج بقى بره القائمة هل هينزل مش هينزل، ده اللي هنشوفه خلال الساعات القليلة المقبلة. الأنباء تؤكد أن كابتن محمود الخطيب سوف يعلن غدا الخميس قائمته، حتى يترك 24 ساعة فقط لمن لم يكون في قائمته، لن يكون في قائمته، لتحديد موقفه من الترشح من عادة. أسهل انتخابات في النادي الأهلي، لكني أظن أنها لن تكون هادئة كما هو الحال حاليا. أعتقد أن سوف تزداد سخونة واشتعالا، وسوف تعج بالمفاجآت مع إعلان الكابتن محمود الخطيب قائمته الانتخابية غدا الخميس. دمتم في أمان الله. سلام عليكم. سلام عليكم.